المغرب. السلام عليكم. وعليك السلام يا فاطمة، كيف حالك؟ بخير؟ أنا بخير أبشرك، الحمد لله. الحمد لله. عندي واحد الحلم أرجو منك أن تفسره لي إن شاء الله. نعم. حلمت تقريبا منذ أسبوع، أنا الحالة ديالي الاجتماعية أنا متزوجة حاليا، ولكن أنا منفصل عن الزوج ديالي ليس قانونيا، نحن الآن نقوم بإجراءات الطلاق. نعم. في بيت أهلي الآن. حلمت تقريبا منذ أسبوع أنني كنت في بيت زوجي. نعم. اتصل بي وقال لي أنه سيحضر إلى البيت ومعه ضيفان. كنت أنا في المطبخ أطبخ، وقال لي أرجو منك أن تلبسي قميصا جديدا من أجل أن تستقبلي الضيوف. ذهبت إلى غرفة النوم من أجل أن أغير ملابسي، لكنه وصل بسرعة مع الضيوف، دخلوا جميعا إلى غرفة النوم. لم أغير ملابسي بعد. جلس الضيفان في غرفة النوم، بعد ذلك انتقلوا إلى غرفة أخرى، وبقي معي زوجي في الغرفة ونزع ملابسه، فلاحظت أنه كأنه حلق شعر صدره وشعر عانته. فسألته لماذا حلقتهما؟ لم يجيبني. فقلت له أنا أعرف لماذا حلقت شعر صدرك وشعر عانتك. قال لماذا؟ قلت له حلقتهم من أجل فلانة، هذا فلانة واحد امرأة يخونني معها، كانت طليقته في السابق والآن يخونني معها. فقال لي نعم أنا حلقت شعر صدري وشعر عنتي من أجلها، لأنني عندما أريد أن أنام معها أستحي من هذا الشعر. والله هذا يا فاطمة حنا نخليه تحت الهواء أفضل، يعني حيا لأخواتنا المتصلات وأخواننا المستمعين. مريم من الجزائر.